الحمد لله، السلام عليكم. المرجو الضغط على الزر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والصلاة على النبي في التعليق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربط اللسان أي شخص كان من العائلة أو خارج العائلة. هذا سؤال تقول أن العائلة يخرجون الأسرار لناس آخرين وهي لا تحب. تقرأين هذه الآية التي سطرت في الشاشة 70 مرة. هذه الآية لربط اللسان 70 مرة في اليوم، يربط لسان الأشخاص وأنت تقرأينها وتنوي لذلك الشخص أو ذلك الجماعة أو تلك الجماعة، مثلا 2، 3 أو 1، تنويه في عقلك وأنت تقرأين ترضين 70 مرة في اليوم ليربط لسانهم لكي لا يتكلمون بأسرارك أو سرك للشخص آخر، وهو شيء لا يحب الإنسان أن تخرج أسرار الآخرين. هذا محرم في القرآن، تخرج أسرار الآخرين، تتبع عورات الآخرين، تتكلم في عورات الآخرين، محرم في القرآن. يعني هناك قانون إلهي، قانون إلهي يجب التباعد، موجود في القرآن. ولا تجسسوا، يعني تجسس وتكن في عرض الناس وتتبع عورات الناس، وهذا كله لديه عقاب في القرآن. من يفعله سيصل إلى الله وسيعاقبه، تنتظره النار. هذا موجود في القرآن، لا مفر منه، لا داعي للسؤال وهل حلال أو حرام. إذا فضحت عورة أخوك كيفما كان سره، كيفما كان، إلا بإذن. إذا قال لك قل هذا لفلان، ممكن أن تقول. أما تأتي ويقول لك فلان، تعلم أخباره، وتذهب تقول لفلان آخر فينتظرك عقاب، أنت فعلت سيئة فينتظرك عقاب. المهم، هذه الآية 70 مرة كما قلت، أقرأ في اليوم، يوميا 70 مرة. يربط لسان المتكلم عليك الذي يخرج أسرارك، تقرأين يوميا 70 مرة إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.